سريعا بالنسبة لموضوع العلاج الدوائي في موضوع القلق الاجتماعي، فنعم هناك علاجات تساعد في موضوع علاج القلق الاجتماعي، لكن العلاج الأساسي في القلق الاجتماعي ليس هو العلاج الدوائي، وإنما العلاج الذي وصفت لكم جزءا جيدا منه، ولكن هو العلاج غير الدوائي بالمواجهة وتعزيز الأفكار وهكذا. لكن لا يمنع أن الإنسان إذا كان الموضوع معيق لحياته بشكل كبير وحاول مع نفسه ثم حاول مع المختصين والأمر كان صعبا، فقد يعين موضوع الدواء على أن تقوم بهذه الوظائف. فهي مسألة مهمة أنه نحطها في عين الاعتبار. طيب، فضلا عن أنه إذا كان القلق الاجتماعي نفسه هو أصلا معه اضطرابات أخرى أو معه مشكلات أخرى فعلا تحتاج الدواء، فهذه قضية من الجيد والمهم أن ننتبه لها. كانت هذه المادة كلها مادة تثقيفية عابرة سريعة، كنت في طريقي من عمان إلى إربد، فكانت هذه المادة. نسأل الله عز وجل النفع والسلام والعافية والستر للجميع في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.